في ناس كتيرة قوي بتقلق انها تودي ولادها حضانة، وبالذات لما يبقوا صغيرين قوي، يقولك اوديه من 4 أشهر اوديه من 6 أشهر ازاي، ويستنوا لما يبقى عندهم 2 أو 3 لما يبدأوا يودوهم الحضانة او حتى لحد المدرسة. وده الحقيقة يعني ما هواش حاجة كويسة ابدا، لانه نمو الطفل محتاج بيئة اجتماعية اكتر. انا اعتقد انه القضية مش ان احنا نودي حضانة او قلقانين من الحضانة، انا اعتقد ان احنا محتاجين نبص على السلامة بشكل عام، ازاي بناخد اجراءات نحافظ على الولاد سواء في البيت او في الحضانة، لانه في مواقف في البيت خطيرة جدا اكتر من اي مكان تاني. البيت الامن لازم نبقى مرتبين له، يعني خلفة الأطفال كده يعني ما هياش كده في أي وقت وبتاع. قبل ما نجيب طفل محتاجين نبص على بيتنا ونعيد هيكلته من أول وجديد علشان يستقبل هذا المخلوق الفضائي العظيم الجميل.